بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم في مجموعه حلقات جديده بعنوان مقدمات قصيره. هنحاول في الحلقات دي نتناول بعض المفاهيم وبعض التقنيات بشرح مبسط نظري مع تطبيق عملي. الهدف من فكره مقدمات قصيره ان انت لو دخلت دلوقتي على اغلب المواقع اللي بتقدم كورسات تعليميه هتلاقي ان في تضخم في عدد الساعات. يعني لو دخلت على يوديمي كده وكتبت بايثون بروجرامنج هتلاقي الدورات بتتكلم في 33 ساعة و 22 ساعة و 40 ساعة، بعض الدورات بتوصل 90 ساعة. اللي هو اوكي، طب احنا متفقين ان انا محتاج فعلا عدد ساعات كتيرة جدا مش عشان اتعلم، علشان امارس المهارة دي واتقنها يعني. لكن في نفس الوقت انا محتاج الاول اعرف فكرة عن الموضوع، فكرة سريعة. ممكن اكون محتاج اعرف فكرة سريعة علشان اخد قرار اصلا ان انا هل محتاج اتعلم التكنولوجي دي تحديدا او لا، او ان انا مستعجل، انا عندي بكره مقابله شخصيه، عندي بكره انترفيو، عندي بكره ندوه، عندي بكره مؤتمر وهيتكلموا عن التكنولوجي دي، فانا محتاج اخد فكره سريعه. فمفيش وقت دلوقتي ان انا اشترك في دوره 22 ساعه واذاكر، او ان انا مش محتاج اذاكر وما عنديش مقابله ولا حاجه، بس محتاج ان انا يكون عندي رؤيه عامه حوالين الموضوع، فمش محتاج ان انا اضيع الوقت في قراءه كتب من نوعيه البايبل او ايفريثينج كل شيء عن او فور دبلز. انا محتاج دليل سريع. الفرق الاساسي ما بين مقدمات قصيره وما بين افهمها بسرعه اللي كنا بنعملها قبل كده، ان احنا في مقدمات قصيره هنشتغل عملي. يعني لو بنتكلم عن حاجه عملي سواء اوفيس ابلكيشن او بروجرامينج تولز، هنقدم دليل عملي كافي كبدايه يخليك تفهم هي ماشيه ازاي، يخليك تفهم الكونسبت بتاع البرنامج، يخليك تفهم السنتكس بتاعه ماشي ازاي. هنوضح الريسورسز الاساسيه اللي انت ممكن تلجا لها لو انت من الناس اللي بتعمل سيلف ستادي، انت بتذاكر مع نفسك مش محتاج دورات. ده هيخليك تقدر تاخد قرار انا محتاج التول دي فهذاكرها واتعلمها، ولا لا التول دي مش مناسبه ليا فهتعلم تول تاني. ناس كتير بتبقى محتاجه تاخد فكره عن ابلكيشن زي الاكسل او الاكس، ابلكيشن بسيط خالص لكن محتاج ياخد عنه فكره بسرعه قبل ما ياخد قرار ان هو يذاكره ولا لا. فبرضه هنشتغل على بعض الاوفيس ابلكيشن. يعني بشكل عام احنا نحاول نختار التكنولوجيز والتولز الاكثر انتشارا حاليا زي البايثون وزي الفلاكس والديانجو، فيجوال ستوديو، الجافا، جافا سكريبت، وهنقدم دليل مبسط للناس اللي حابه تاخد فكره عن الموضوع. عشان كده زي ما كنا بنقول في افهمها بسرعه، لو انت حد متخصص في مكانك مش هنا، هنا للناس اللي عايزين ياخدوا فكره عن الموضوع. احنا اخترنا مبدئيا حوالي 19 موضوع على سبيل المثال: الجيت والاتش تي ام ال 5، فلاسك، السيكوال، جينجو، الاكسل والاكسس، والبار بي اي، والفيزيو، والبار بوينت. هنحاول نعمل كل واحد منهم في فيديو واحد بس، هنحاول ان الفيديو ما يزيدش عن 15 دقيقه، وهنحاول ان يكون فيه كل المعلومات الاساسيه اللي انت محتاجها وبشكل عملي وتطبيقي كمان. اخترت ابدا بجيت وجيت هاب كنوع من الفيديوهات المختلفة. يعني احنا هنتكلم عن حاجة ممكن يكون ناس كتير عارفينها وبيستخدموها بروجرامرز، وفي ناس عمالة تسمع عن جيت هاب لكن ما بتستخدموش، لانها بتروح تعمل داونلود لبعض الملفات اللي بيكون حد قايل ان هو حاططها في اب ستوري هناك او في مخزن. خلينا نقرا الديفينيشن بتاع جيت زي ما اتكتب باللغه الانجليزيه، هنترجمه عشان نعرف هو جيت بيعمل ايه. جيت هو فيرجن كنترول سيستم. الناس اللي بتشتغل على ملفات بتتغير بشكل كتير، لكن في اي لحظه بيكون محتاج يرجع لنسخه قديمه، فهو محتاج حاجه زي جيت. جيت هدفه الاساسي ان هو يتعامل مع الملفات اللي نوعها كود سورس كود، لكن هو في الحقيقه يقدر يتعامل مع اي ملفات بنفس الكونسبت، بنفس الفكره، انه يقدر يحتفظ بفيرجنز من الملف، فتقدر في لحظه تقرر ان انت ترجع لفيرجن معين سواء للخلف او للامام، يعني لان هو بيحتفظ بكل الفيرجنز، هو السيستم كنترول عنده ان كل الفيرجنز بتاعت الملف موجوده، كل التعديلات. جيت كمان بيقدر يمانج الكولابوريت ما بين اليوزرز، يعني لو في اكتر من بروجرامر، لو في اكتر من شخص شغال على نفس الملف وكل واحد عمل تعديلات وحط التعديلات دي ورفعها، ان كيس حصل كونفليكت، لو حصل تضارب، فجيت بيحاول يعمل حاجه اسمها اوتو ريزولف، بيحاول يحل الكونفليكت ده بشكل مباشر، بشكل تلقائي،
ولو حصل فشل في الحل بيعمل هايلايت، بيحدد لك الملف المناطق اللي حصل فيها كونفليكت، شخصين عندنا نفس اللاين فما هو مش عارف يحذف اي واحد، فبيخلي التو لاينز وبيشاور لك على كل لاين، بيقول لك مين اللي عدله، وبيسيب لك الامكانيات ان انت تختار يدويا ازاي تحل الكونفليكت او التضارب في التعديلات اللي حصلت. جيت بيتمتع بسرعه وسهوله في التعامل مع الملفات، حتى لو انت عايز تعمل تفريعات جوه نفس المخزن. يعني لو احنا عندنا سورس كود، بالسورس كود ده هنستخدمه 3 مرات في كل مره في حاجه مختلفه، فكل فريق بيعدل على السورس كود بشكل مختلف، فانا جوه المخزن بتاعي عندي 3 تفريعات 3 batches. عشان بس ما نطولش في المقدمه النظري، تعالوا نشتغل عملي، واحنا شغالين عملي هنفهم هو جيت بيعمل ايه. اول خطوه بنروح لجيت هاب دوت كوم، بتساين اب فور اكونت، بتعمل اكونت بالطريقه اللي بتعمل بيها اكونت على اي جهاز، على اي ويب سايت، مش محتاجه حاجه، مش محتاجه شرح. بعدين هنعمل نيو ريبوزيتوري او مخزن، واحنا بنعمل مخزن انت تقدر تحدد هو برايفت ولا بابليك، احنا هنسيبه بابليك علشان نستخدم الكود بشكل اسهل. طبعا هو برايفت مش فارقه كتير لان انا عامل لوجن على الكود، انا هسميه ستارت ريبوزيتوري. طبعا اداني علامه صح لان مفيش ريبوزيتوري تحت اسمي بالاسم ده، وهعمل كرييت. المخزن او ريبوزيتوري حاليا فاضي مفيهوش حاجه، علشان ابدا اتعامل معاه من الجهاز عندي بالكود، فانا محتاج اعمل داونلود للجيت باش من جيت سي اس ام، هو لوحده بيديتكت الجهاز عندك بيحاول يعمل داونلود للنسخه المناسبه. مجرد ما بتعملها داونلود تقدر تفتح الجيت باش وتكتب الكود، او تقدر تكتب الكود في السي ام دي العادي. انا هستخدم السي ام دي كوماند العادي خالص. تعالوا نشوف احنا ازاي ممكن نتعامل مع جيت من هنا. تعالوا اول حاجة انا هروح بس للسي علشان اعمل كلون هنا. اول خطوة انا محتاج اخد نسخة من الريبوزيتوري اللي انا عملت له كرييت، فهعمل جيت كلون، وبعدين هاخد اليو ار ال بتاع المخزن بتاعي اللي هو ده، يبقى انا كده بقول له ايه؟ بقول له هات لي كل محتويات المخزن عندي. يقول لي خلي بالك انت المخزن ده فاضي، warning you appear to have a cloned and empty repository. هو طبعا فاضي، احنا لسه عاملينه. تعالى نعمل تو فايلز جوه المخزن. يبقى انا اول خطوه زي ما اتفقنا عملنا كلون. بعد ما بعمل كلون لازم اروح للريبوزيتوري، فهعمل cd واكتب اسمه اللي هو ستارت. كده انا جوه المخزن، ولو رحت على الهارد ديسك عندي وفتحت البارتيشن سي هلاقي انه في فولدر باسم ستار. طيب تعالوا نعمل تو فايلز. انا هعمل فايلز HTML عشان يعتبر ملف كود، لان زي ما اتفقنا الجيت الهدف منه متابعه الفيرجن كنترول او الاصدارات المختلفه في الكود، لكن لو انت استخدمته مع ملف عادي، ملف وورد او اكسل هيشتغل. فانا هعمل تو فايلز باستخدام تاتش، واحده اسميه hi.html، واحده اسميه هاي وخلي نوعه HTML عشان ده اللي يعتبر ملف الكود، والتاني برضه اسميه هاي واخليه دي او سي ملف وورد. تعالوا نفتح ملف الوورد. انا بفتح الملف باستخدام ستارت. وهكتب فيرست ثينجز فيرست. واعمل حفظ. نفس الكلام ملف HTML عايز افتحه عشان اكتب فيه HTML. تعالوا بس نجيب سامبل HTML، سامبل HTML بيج من W3 School، وهتفتح اي اديتور انت بتستخدمه. انا بستخدم سبليم، حتى لو فتحت النوت باد هينفع. هعمل فايل اوبن، هفتح ملف الهاي اللي تم انشاؤه في البارتيشن سي في الفولدر اسمه ستارت، اهو كنترول في كنترول سي. كان عندي ملفين، واحد منهم يعتبر ملف كود اللي هو HTML، وملف وورد، والاثنين موجودين في نفس المخزن اللي هو ستار. لغايه دلوقتي الملفين دول عندي على الجهاز، ما حصل لهمش حاجه، ما تمش رفعهم على الويب، ما تمش وضعهم في المخزن. لو انا عايز احط الملفات دي في المخزن، يعني احطهم جوه الريبوزيتوري واطلب من جيت ان يتابع التغييرات فيهم، فلازم اعمل اد. فانا هعمل جيت اد على هاي دوت HTML،
وجيت اد على هاي ديد دوت دي او سي. كده الملفين تم اضافتهم للمخزن، وزي ما انت بتشوف الامرين دول ما بيدينيش اي نتيجه، ان هو كل حكايه بس بيضم الملفين دول للملفات اللي هيتم رفعها اول ما اعمل حاجه اسمها كوميت. كوميت كل مره بتعمل كوميت كانك بتعمل نسخه من الوضع الحالي للهيدر لجهازك، للهيد كانك بتعمل نسخه من الوضع الحالي للملفات على جهازك، وكل نسخه تقدر تديها تايتل. هو كده كده جيت بيديها ريفرنس، لكن انت هتديها تايتل، وليكن انا هسميها كرييت، او هديها ملاحظه ان انا كرييت تو فايلز HTML and DOC. في ملفين اترفعوا، عدد التعديلات اللي حصل دي هو ما بيقدرش يعد غير التعديلات اللي تمت في ملف الكود، فهو عنده 10 تعديلات تمت في ملف ال HTML. طيب الملفين دول موجودين فين؟ إلى الآن الملفين دول موجودين فقط على الجهاز، ما تمش رفعهم على الويب. عشان أرفع الملفات من جهازي للويب فبستخدم جيت بوش. هو وهو ما بيعمل بوش اي ملف انت عملت له اد بيرفعه معاك. كده لما اروح للماستر اللي هو جهازي، لما اروح بقى للاوريجن ماستر اللي هو الويب واروح للستارت ريبوزيتوري، هلاقي ان الملفين موجودين، ملف دي او سي، ملف وورد عادي هو مش هيقدر يعرضه، وملف اتش تي ام ال يقدر يعرض ويعدل المحتوى بتاعه. يبقى دلوقتي عندي ملفين جوه المخزن بتاعي ورفعتهم بجيت بوش. الهدف الاساسي زي ما قلنا، او واحد من الاهداف الاساسيه الجيت، هو متابعه التعديلات وازاي اقدر ارجع للنسخه قبل كده. فانا ملف ال HTML ضفت فيه سطرين تاني، وليكن header 2 another line، وضفت فيه كمان title my web page title. تعالى كده نعمل start لل hi.html، نشوف شكلها as a web page يعني. ادي الفيرست لاين وهذا اللاين، وادي الاسم هو فعلا ماي ويب بيج التايتل. طيب انا دلوقتي النسخه اللي عندي على الجهاز مختلفه عن النسخه اللي موجوده على الويب، فقبل ما ارفعها انا محتاج اعمل اد جيت اد هاي دوت اتش تي ام ال، وده معناه ان انا بقول له المره الجايه اللي هعمل فيها كومنت خد معاك اتش تي ام ال. وتعالوا نعمل كومنت جديد وهنسميه add align and title for html. يبقى انا دلوقتي عملت تعديلات في ملف html ورفعتها على الويب. هو بيقول لي حتى حصل 3 insertion، في ثلاث حاجات اتضاف. الملف اللي هنا لسه زي ما هو، لان كوميت هي كريتة النسخة بس عندي على الجهاز. عشان ارفع النسخة اللي عندي على الجهاز على الماستر الاوريجن ماستر للويب لازم اعمل جيت بوش. كده النسخة اللي عندي تساوي النسخة اللي على الماستر، وادي الريفرنس بتاع الكوميت، الريفرنس بتاع الحالة. ادي السطر اللي اتضاف وادي التايتل. طيب تعالوا نعمل نفس الموضوع في ملف الوورد. انا هعمل ستارت للهاي دوت دي او سي، وهضيف وليكن اسمي، وتعالى نعمل له اد ونرفعه. يبقى تاني انا بعمل اد علشان اضيف اد هاي دوت
.doc عشان اضيفه في المره الجايه اللي ارفع فيها جيت اد. معلش جيت اد كده يبقى انا لما اعمل جيت كوميت داش ام ولا يكون هنكتب ان ابديت وورد ويز ماي نيم. وتعالوا نعمل جيت بوش ارفع التعديلات دي على الويب. مية في المية مفيش مشاكل حصلت. لو رحت هنا الستارت لو حاولت افتح ملف الوورد طب مش هينفع بس لو حاولت اعمل داونلود هشوف التعديلات بتاعتي. طيب انا دلوقتي عندي كذا نسخه. هنقول ان انا بالخطا عايز ارجع اضافه الاسم دي كانت خطوه غلط وعايز ارجع للخطوه اللي فاتت. فانا لو انا عايز اشوف كل التعديلات اللي انا عملتها اقدر اعمل جيت لوج واشوف النسخ اللي موجوده. طبعا كل نسخه التعليمات بتاعتها ومين اللي عملها موجوده. يعني انا عندي نسخه اللي هي كرييت تو فايلز لما كانوا فاضيين خالص وبعدين لا وكان في اتش تي ام ال كود وبعدين لما ضفت التايتل بتاع الاتش ام ال وبعدين لما ضفت اسمي. انا عايز ارجع للنسخه دي عايز ارجع هنا يعني هلغي التعديل اللي هنا. فبعمل ريسيت جيت ريسيت داش داش هارد وبكتب الريفرنس اللي انا عايز ارجعه. طبعا انا مش محتاج كل الريفرنس كفايه بس اول مجموعه ارقام كده كنترول في خلاص كده رجع للنسخه اللي هنا. طب يعني هو ده ما فيش ثانيه ده مفيش حاجه حصلت لحق في الثانيه دي يعدي الملف. تعالوا كده نعمل ستارت الملف الوورد نشوف فعلا عدله فين اسمي. مفيش السؤال بس اللي هيحسم هو احنا فاهمين جد بيفكر ازاي ولا لا. النسخه اللي على الويب دلوقتي فيها اسم ولا لا؟ النسخه على الويب فيها اسم. ان التعديل اللي انا عملته بالريسيت عملته على الجهاز عندي. طب تعالوا نتاكد كده. انا هعمل داونلود للنسخه دي فيورو عشان يعمل لها داونلود. زي ما انتم شايفين في اسم. طبعا لو انا عايز ارفع النسخه اللي عندي هعمل جيت بوش. طيب اخر حاجه عشان نخلص الشورت انترودكشن دي. طب لو في كونفليكت لو انا عملت تعديلات على اللوكال ماشين وحد تاني او انا برضو عملت تعديلات على الويب وبعدين حاولت اعمل ميرج للتعديلات دي يعني النسخه اللي عندي والنسخه اللي على الويب الاثنين غير النسخه اللي معمول لها كومنت فلما جه يعمل لهم دمج ما عرفش يعمل ايه. طيب انا هفتح ملف ال HTML اللي عندي على الجهاز ده الكود اللي فيه another line و my web page وده ملف ال HTML اللي على ال ريبوزيتوري في برضو ماي. طيب انا عدلت هنا وضفت H2 برضو H1 خط كبير سيرت او ذيس از فروم ويب. وعملت حفظ للتعديلات دي وعلى النسخة اللي على الجهاز ضفت برضو سطر مصادفة انا وحد تاني عدينا نفس الحاجة بس ده من الماشين من الجهاز. دلوقتي النسخة اللي عندي على الجهاز غير النسخة اللي على الماشين. لو حاولت اجيب النسخة اللي على الويب خلوا بالكم ايه اللي هيحصل. التحذير اللي في منتهى الذكاء اللي هيحصل لما اعمل جيت بول. جيت بول انا بقول له هات لي الملفات اللي على الويب استبدلها احذف الملفات اللي على الجهاز عندي وهات الملفات اللي على الويب. قال لي حاجه في منتهى الخطوره قال لي خلي بالك انت عملت تعديلات عندك على الجهاز لكن ما حفظتهاش. يعني ايه ما حفظتهاش؟ جيت هو فيرجن كنترول اي تعديل بيتم في اي مكان هو لازم ياخد نسخه منه عشان تقدر ترجع. التعديل اللي انا عملته دلوقتي اللي عملته بالسبليم تكست وكتبت ذيس فروم ماشين اللي عملته على الجهاز ما حفظتوش. فلو جبت النسخه على الويب هيحذف النسخه اللي على الماشين ومش هقدر ارجع لها لانها ما اتحفظتش في الكومنت. فهو ما رفض يعمل كده عمل ايه؟ ابورتنج رفض. فانا محتاج اعمل اد جيت اد للهاي دوت اتش تي ام ال وبعدين اعمل له كومنت اعمل له نسخه داش ام واكتب رساله ان ده ماشين
change. في حاجة غلط. ده شيء في مسافة زي ده. تمام. طيب دلوقتي النسخة اللي عندي هو احتفظ بيها واداها رقم، وزي ما قلنا هو في الحالة دي ما رفعهاش كده. لو حاولت اعمل جيت بول هيحاول هو يبني التغييرات مع بعض، التغييرات اللي تمت على الجهاز مع التغييرات اللي تمت على الويب، هيحاول يعمل اوتو ميرج. لو الاوتو ميرج فشل هيحط لي كل المعلومات في الملف علشان يسمح لي اعدلها يدوي. يعني لو رحت دلوقتي للسبليم تكست هلاقي بيقول لي ايه؟ بيقول لي في تعديل تم من على الجهاز من على الهيد، كتب this is from machine، وبعدين في تعديل تم من على الويب، وهو بيعلم كل تعديل بالعلامتين دول. فانا طبعا اول خطوه لازم، ده ملف كود فلازم احذف علامات الاكبر منه والاصغر منه اللي هو حطها دي، وبعدين اختار بقى يا اما اللي فوق اللاين اللي هو تم من على الماشين، يا اما اللي تحت اللاين اللي هو تم من على الجهاز. انا اخترت اللي من على الماشين وكده اقدر اعمل ايه؟ سيف. الميزه في جيت النسخه بتاعتي لسه موجوده، النسخه اللي على الويب لسه موجوده، النسخه اللي فيها الكونفليكت هي كمان موجوده، ما فيش حاجه بتتحذف. انت حتى لو حذفت الملف تقدر ترجع له. يعني حتى لو رحت لملف ال HTML ده وعملت له ديليت فهو في الحقيقة موجود في أكتر من كومنتس من دول. يعني أي كومنتس من دول لو رجعته هيرجع معاه ال HTML فايل. تمام. تاني ده مش دوره ولا حتى ورك شوب، دي شورت انتروداكشن. احنا بس بنوريك هو ايه جيت، الفكره العامه، اشتغلنا عملي بايدينا، حط الاوامر اللي احنا استخدمناها مع الملف علشان انت لو شايف الموضوع مهم هتروح تذاكره، تروح بقى تدور على كتاب، تدور على دور. فاحنا بس زي ما بنقول كده بنعمل يمكن تعبير هاندس اون اللي كان بيتقال هو مناسب لتعبير مقدمة قصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.